يقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته ورولة. أيها الإخوة الأحباب، الله جل جلاله هو الذات الكاملة، وهو واجب الوجود، وما سواه ممكن الوجود. السماوات والأرض ما سوى الله عز وجل ممكنة الوجود، ومعنى ممكنة الوجود أنه يمكن أن تكون أو أن لا تكون، فيمكن إذا كانت أن تكون على ما هي عليه أو على غير ما هي عليه. في هذا الكون حقيقة واحدة هي الله، كل السعادة والأنس والتوفيق أن تعرفه، وكل الشقاء والهلاك والمعيشة الضنك أن تغفل عنه. فالإنسان حينما يذكر الله يذكر الحقيقة الوحيدة في الكون. لذلك ما ظنك بالله؟ في بعض الآيات الكريمة يقول الله عز وجل: يظنون بالله غير الحق، وفي آية ثانية: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. الحقيقة إذا عرفت الله تظن به الظن الحسن، فالظن الحسن علامة معرفة الله، والظن السيء علامة الجهل به، ولا أن ترتكب الكبائر أهون من أن تقول على الله ما لا تعلم. هذا الذي ينفر الناس من الذات الإلهية، يبث عقيدة الجبر أن الله خلقه كافراً، كتب عليه الكفر قبل أن يخلق، سيضعه في جهنم إلى أبد الآبدين. هذا لأن يرتكب الكبائر أهون من أن يقول على الله ما لا يعلم. لذلك حسن الظن بالله ثمن الجنة، حسن الظن بالله ثمن الجنة وهو حقيقة، وسوء الظن بالله في علاقاتنا الاجتماعية قد تحسن الظن بإنسان ويكون على خلاف ذلك. أما فيما يتعلق بالذات الإلهية فحسن الظن بالله هو الحقيقة، وسوء الظن بالله هو الجهل. لذلك علامة معرفة الله حسن الظن به، وعلامة معرفته أن تثق أن الله لا يتخلى عنك ولا يتخلى عن المؤمنين ولا يضيعهم ولا يضيع عملهم، وفي الآخرة العاقبة للمتقين. أنا عند ظن عبدي بي، كيف تظن الله عز وجل؟ أضرب لكم مثلا: من بين لك أنه إذا أطاع الله تخطفه الناس، يفقد منصبه، يسرق ماله بشكل أو بآخر، يوهم من حوله أن طاعة الله فيها خسارة، أن ما هم عليه الناس اليوم من ضلال وانحراف وبعد هو الضمان والسلامة، هذا سوء ظن بالله. وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، وما ترك عبد شيئا إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. مئات بل آلاف الطروحات، ومئات بل آلاف الأنماط السلوكية، كلها تشف عن سوء الظن بالله عز وجل. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أن يضيع إيمانكم هذا مستحيل، وألف ألف مستحيل. من حسن الظن بالله أن تعتقد أنه مستحيل، وألف ألف مستحيل أن تطيعه فتخسر. ومن حسن الظن بالله أن تعتقد أنه مستحيل، وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح. وأنه ينبغي أن تعتقد أنه مستحيل، وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتذل، أو أن تعصيه وتعز، أو أن تدع شيئا لله لا بد من أن تعوض عليه أضعاف مضاعفة. لذلك الله عز وجل سبحانك: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، وما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. أنا عند ظن عبدي بي، ظن به كما شئت بربكم. لو أن جندياً والده قائد الجيش،
وكل الرطب بالجيش بإمرة والده، أن عريفا هدده فارتعدت فرائصه خوفا. أليس في عقل هذا الطفل أو الشاب خلل؟ إذن كانت كل قوى الأرض هي الله، هي لله، وكل الطغاة عصي بيد الله. فأي تهديد جاءك يد الله فوق أيديهم. هذه الآية أصلا في عد الله عز وجل، وكلما عرفته أحسنت الظن به ووثقت به وتوكلت عليه وصدقت تطمينه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ولم يقل علينا. وكلما عرفته ازددت حبا له. من أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن أعجب العجب أن تحبه ثم لا تطيعه. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، أنا معه إذا ذكرني. ما معنى معه هنا؟ هذه المعية معية خاصة في القرآن الكريم، معية عامة ومعية خاصة. معية العامة هو معكم أينما كنتم بعلمه، مع الكافر والملحد والطاغية والمؤمن والنبي، ليست واردة هنا. أما هنا المعية الخاصة، أنا معكم بالحفظ والتوفيق وبالتأييد والنصر. وإذا أحب الله عبدا ألقى حبه في قلوب الخلق. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأمنتم برسلي. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ إذا كان الله معك خدمك عدوك مقهورا، وإذا كان الله عليك ليس معك تطاول عليك أقرب الناس إليك. ومن يهن الله فما له من مكرم. أنا معه إذا ذكرني، أنا معه إذا ذكرني. كلمة ذكرني واسعة جدا، في كل مظهر كوني يذكر الله، في الكسوف، في الخسوف، في المطر، في كل موقف، في كل تصرف وحكم يذكر الله حقيقة. لذلك إن ذكرتها فأنت على حق، وإن غفلت عنها فأنت على باطل. ربط الناس بالله عقيدة وسلوك وتصرفات، وأنا معه إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسه أنت صامت تقول ما أعظم هذا الكون، ذكر هذا صامت، ما أجمل هذا النبات، ما أروع هذا الخلق، تذكرت عظمة الله في خلقه، في الأمطار والأشجار والأسماك، وفي جمال الأرض وكثرة النعم ووفرة الماء. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. هناك شخص همه الحديث عن نفسه وعن شخصيته وعن بطولاته وعن إنجازاته ورحلاته وحماقاته، أيضا هو محور الحديث. هناك شخص آخر همه تعريف الناس بالله، يضع نفسه في التعتيم، لا يذكر نفسه أبدا. إن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ذكرك عند ملائكته، انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. إن ذكرت الله لتعرف الناس به ذكرك الله بأطيب سيرة، أعطى لي قصة في أرقى مستوى. لذلك إذا أحب الله عبدا ألقى حبه في قلوب الخلق. تجد المؤمن محبوبا، الناس يعشقونه مع أنه لا يتحدث عن نفسه أبدا، يتحدث عن الله عز وجل. هذا مصداق قول الله عز وجل، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الله جل جلاله على علوه وعظمته يتجاوب مع أي حركة تجاهه، إن صح التعبير. رد فعل الله عز وجل لمجرد أن تخطب وده في شيء ما، في صدقة، في ركعتين، في الصلوات، في كلمة طيبة، في تسبيح، تعظيم، أي تقرب إليه، ترى أن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلبك السكينة والسعادة والطمأنينة ويسر لك الأمر. الله جل جلاله على علوه وعظمته يتجاوب مع أي حركة تجاهه. حركة بسيطة، علامة المؤمن إذا قدمت له خدمة لا ينساها حتى الموت، وإذا فعلت أعمالا بطولية مع الناس تنساها من توها. الله عز وجل من كمالاته أنك إذا تقربت إليه بصدقة، صدقة السر، تطفئ غضب الرب. باكر بالصدقة
فإن البلاء لا يتخطاها. تقرت إليه بركعتين أو بصيام يوم أو بطاعة أو بحفظ كتاب الله أو بتعليم العلم، تكافأ على ذلك في الدنيا والآخرة، يوجد تجاوب لمجرد أن تتقرب إلى الله عز وجل أن الأمور كلها تتحرك لصالحك. وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني مشيا أتيته ورولة.